مساء الخير على حضراتكم. النهارده هنتكلم معاكم عن الذهب واسعار الذهب والاجراءات الحكوميه اللي مجلس الوزراء اتخذها مؤخرا لضبط سوق الذهب. تشتري ولا تبيع؟ برضو ده هيكون في ضمن الموضوع بتاعنا. احب بس ان انا الاول اقول لحضراتكم بناء على ايه بيتم تسعير الذهب. احنا عندنا ثلاث معايير اساسية بناء عليهم او وفقا لهذه المعايير بيتم تسعير الذهب. ايه هما؟ اول معيار فيهم هو حجم العرض والطلب. يعني كل ما زاد مكان المعروض زيادة، كل ما زاد المعروض، كل ما مقارنة طبعا بالطلب، كل ما السعر انضبط وقل. وده مجلس الوزراء اتخذ بشأن قرار وهو مد مبادرة زيرو جمارك. ايه مبادرة زيرو جمارك؟ وهو اعفاء واردات الذهب اللي هو جاي مع العائدين من الخارج، المصريين العائدين من الخارج، من الجمارك، والاكتفاء بس بسداد قيمة الضريبة، القيمة المضافة، ضريبة القيمة المضافة. ده هيعمل ايه؟ ده من شأنه ان هو هيزيد من المعروض في الاسواق، وبالتالي لما بيزيد المعروض سوق الذهب يعني هيستقر افضل. طيب تاني معيار، وهو يعني قلنا المعيار الاولاني وهو حجم العرض والطلب. يعني كل ما زياده الناس بقى في اقبال اكتر من المواطنين ومن المستثمرين على شراء الذهب، كل ما هنلاقي اسعار الذهب بترتفع. طيب المعيار الثاني اللي هو البورصه العالميه. الحمد لله البورصه العالميه رغم ان هي النهارده ارتفعت حوالي 10 دولار، يعني النهارده المفروض النهارده ختام الاسبوع للبورصه، كانت فاتحه الصبح تقريبا على 1958 على ما اعتقد، ولغايه قبل ما التقي مع حضراتكم كانت وصلت ل 48 حوالي 10 دولار. لكن على مدار الاسبوع بورصه الذهب الوقايه خسرت حوالي 38 دولار. ليه؟ لان هي فاتحه على 1992 دولار، ومع تصريحات رئيس الفدرالي امبارح، مع تصريحات اعضاء الفدرالي، مع تصريحات، مع تراجع طلبات الاعانه، اعانه البطاله في الولايات المتحده، مع كتير من البيانات الاقتصاديه العالميه اللي بتبقى مؤشرات حول توجه السياسه النقديه خلال الفتره المقبله، واللي هي بناء عليها واللي بيترقبها المستثمرين وبيترقبها العاملين في مجال الذهب او الراغبين في اقتناء الذهب. وفقا لكل الحاجات اللي حصلت على مدار الاسبوع ده هنلاقي الوقايه ان كانت ارتفعت النهارده 10 دولار، انا اسفه، النهارده هي تراجعت، هي متراجعه على مدار الاسبوع حوالي 38. مصر بنبدا ان احنا بيستند ليه عند تسعير الذهب اللي هو معيار سعر الوقايه في البورصه العالميه. يبقى انا عندي حجم العرض والطلب وسعر الوقايه في البورصه العالميه، والمعيار الثالث هو سعر صرف الدولار. في حاجه يعني معلومه اغلب الناس ما يعرفوهاش، ان في حاجه اسمها دولار الصاغه، وفي حاجه اسمها الدولار اللي هو الدولار اللي بسعر البنك العادي. وغالبا هنلاقي ان التجار بيتعاملوا او بيسعروا جرام الذهب وفقا لسعر الدولار اللي هم بيسموه دولار الصاغه فيما بينهم. هنيجي تاني، قلنا المعايير الثلاثة دول. انا بقى همسك في المعيار الاولاني وهو العرض والطلب. وهو العرض والطلب مش الذهب بس، اي سلعة في الدنيا كلما زاد المعروض من السلعة دي كلما قل ايه الثمن. هنرجع تاني للمبادرة الحكومية الهائلة جدا وهي اعفاء واردات الذهب من الجمارك او زيرو جمارك زي ما بيطلق عليها. المبادرة دي كانت استمرت 6 شهور، كان المفروض انها تنتهي 10 نوفمبر الجاري، ولكن الحقيقة مجلس الوزراء مد المبادرة لست شهور تاني، يعني هتنتهي في مايو 2024. ده هيعمل توازن واستقرار في سوق الذهب، استقرار في الأسعار. ليه؟ لأن المصريين بقى العائدين من الخارج أو اللي جاي من بره، بدل ما هيجي معاه فلوس والفلوس دي هيجي يشتري بيها من السوق المحلي ذهب، لا هو هيبقى جاي شاري ذهب على طول، وممكن منهم هيبيع الذهب ده، فبالتالي إن الذهب
بنعتذر لحضراتكم، ده عطل تقني يعني من النت مش مننا، فاحنا اسفين جدا. هنكمل مع حضراتكم وبنتكلم عن مميزات وفوائد مبادره زيرو جمارك اللي مدها مجلس الوزراء لست شهور تانيين حتى شهر مايو 2024، وتاثيرها على ضبط الاسواق واسعار الذهب في مصر. قلنا ان المصريين اللي عائدين من الخارج، ان بدل ما بيبقى معاه فلوس وبينزل يشتري ذهب، لا هو جايب الذهب بتاعه، فده من شأنه ان هو بيزيد من المعروض في السوق المحلية في حالة ان هم هيبيعوا. حاجة تانية بيحافظ على الموجود من الذهب في السوق المحلية. الحاجة التانية ان هو غير ان هو بيزيد من المعروض في السوق المحلية، بيحافظ على الذهب الموجود في الاسواق، خصوصا في ظل ان مع استمرار ايقاف استيراد الذهب للشركات، احنا دلوقتي علشان توفير العملة الصعبة والمكون الدولاري مش متوفر او المفروض ان انا بوفره لسلع استراتيجية محتاجاها الدولة اكتر، فبالتالي مفيش دلوقتي استيراد ذهب. بناء عليه ده هيكون قرار عظيم جدا ومناسب جدا على سوق الذهب وتهدئة اسعار الذهب.